اسمحوا لي ان ارحب به الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. ودكتور خليني ابدا بمصر. شعرنا بالزلزال حوالي الساعة ايه 4 الصبح تقريبا كده، في الساعة 3:17 دقيقة بالظبط، 3:17 بالظبط وقت حدوثه أو بعدها بثواني. كان في شعور لعدد من المواطنين داخل الأراضي المصرية، تحديدا القاهرة شمال سيناء بعض مدن الدلتا بهذا الزلزال. يعني كم هزة أرضية رصدتوها وقد إيه مقياس قد إيه؟ يعني حتى قبل دخول الاستوديو مع حضرتك كان حوالي 150 هزة تابعين للهزة الرئيسية، والهزة الأخرى التي حدثت ظهر اليوم بعيدة نسبيا عن موقع الزلزال الأصلي اللي حدث في الفجر. مقياس بقى قد ايه هذه الهزات وطولها قد ايه؟ لانه الحقيقه انه احنا حسينا، او بالذات الناس اللي قاعده في مدينه نصر وفي مصر الجديده، شعروا انها مدتها طويله جدا. لا، هو اطول مده لتلك الزلازل وتبعاتها ما زادتش عن دقيقه واحده. وقد يكون في بعض الاماكن شعور الناس مبالغ فيه نسبيا، لان زي ما قلنا لحضراتكم في البيان اللي اطلقناه ان اقرب نقطه مصريه من مركز الزلزال كانت حوالي 700 كيلو، هي مسافه امنه جدا، ودي كانت رفح المصريه. لكن لو بالقاهره عباره عن 1000 كيلو، يعني مسافه امنه ان حد يشعر بهذه القوه. عارفين ان الزلزال قوي وغير متوقع في تلك المنطقه، والتوابع او الزلازل الارتداديه اللي هي 105 تقريبا، كان حوالي 30% منهم حوالي 6 درجات او اكثر قليلا، ودي في حد ذاتها زلازل منفصله. لكن وجودها في منطقه الزلزال او بؤره الزلزال تصنف كانها توابع، اضافه الى نتيجه هذا النشاط الغير طبيعي في تقاطع فلقين رئيسيين، فالق شرق الأناضول مع التقاء الصدع الممتد من خليج العقبة البحر الميت حتى هضبة الأناضول. نقطة التقاطع دي اللي حصل عليها مركز الزلزال، هي منطقة ضعف جيولوجي، ودي اللي فاقمت الكارثة سواء في الأراضي السورية أو التركية. لكن ده في دوره أدى إلى تحفيز أو تنشيط نقطة أخرى متاخمة ليها، واللي حدث عليها زلزال ظهر اليوم 12:30 إلى 5 تحديدا بالتوقيت القاهرة، كان عبارة عن 7 و5 درجات على مقياس ريختر. فاحنا هنا قدام زلزالين، لأنه كنا سمعنا وجهات نظر أخرى في هذا البرنامج أنه لا، زلزال واحد وأن دي توابعه. لا لا، دول زلزالين منفصلين. زلزالين واحد اللي هو كان الفجر اللي هو حوالي 3:07 ده كان 3:17 بالظبط، وهناك توابع عديدة في النص. ده صحيح. وبعدين زلزال تاني في الظهر اللي هو 7.5 ده عمقه الاولاني عمقه 18 كيلو 18.3، والثاني زلزال الظهر كان 10 كيلو وقربهم من السطح. ده اللي فاقم ايضا ظهور المشكله وانهيار البنايات. يعني ايه عمق الزلزال يا دكتور؟ النقطه اللي حصل عليها او اللي حدث فيها مركز الزلزال، ودي نقطة مهمة جدا، اللي حدث عليها تفريغ الطاقة المختزنة في باطن الأرض، وظهرت لي الموجة بالشكل الزلزالي اللي تم تسجيله. فكلما كان العمق أقل ولا كلما كان العمق أكبر إحنا نشعر بالزلزال؟ لا، هي دي نقطتين مختلفين، كلما عمق الزلزال الكبير زي كده قريب من السطح، كلما زادت الدائرة التدميرية المحيطة بمركز الزلزال. لكن في الزلازل البعيدة بالنسبة لنا، كلما زاد عمق مركز الزلزال اتسعت الدائرة الجغرافية للشعور به. ويمكن مؤخرا الزلازل اللي كانت تحدث في شرق المتوسط، القوس الهيليني، هي بعيدة عن مصر نسبيا، لكن نتيجة ان مركز الزلزال اعماقه اكتر من 50 كيلو، فكنا بنشعر بها في القاهرة الكبرى اكتر من شعورها بالمدن الساحلية. ليه بتقولي غير متوقع؟ وريت يا جماعة يكون معنا الخرائط وحركة الارض. ليه بتقولي ان هو زلزال غير متوقع في هذا المكان؟ احنا نقصد يعني التنبؤ بالزلازل، واحنا على مستوى العالم ما فيش تنبؤ بالزلازل، لكن التوقع يمكن لقصور محطات الرصد في تلك المنطقة. ما كانش في دراسة كافية للتاريخ الزلزالي في هذا الموقع تحديدا، وبالتالي الأقوال أو التفسير لما سبق هذا الزلزال من ما يسمى بالبيفور شوكس أو مقدمات الزلزال كانت غير معلومة نسبيا لكل مراصد الزلازل الدولية، وبالتالي كان بالنسبة لهم يعني حاجة غير متوقعة.
باستثناء ما تم اثارته على مواقع التواصل من الشخص الهولندي ان هو حذر من القصه دي، ودي ليها طبعا ابعادها اللي قد تكون علميا صحيحه لكن بعيد عن التنبؤ بالزلازل. لان في فعلا خبير هولندي قال ان هو توقع زلزال في هذه المنطقه. هل ده كلام لازم يؤخذ بعين الاعتبار، ولا دي يعني حضرتك بتقولي لا يمكن التنبؤ بالزلازل؟ طيب ما هنرصدها ازاي؟ يعني مش في مناطق معينه؟ اخذه بعين الاعتبار لاستعدادات السلطات المحليه. لو شفنا البنايات اللي سقطت النهارده، في مباني انهارت بينما جنبها مباني مجاوره ما حصلش فيها حاجه. ايه تفسيرك؟ وده الجزء اللي احنا بنركز عليه. كود الاحمال الزلزاليه مهم جدا في تصميم المدن وانشاء مدن عمرانيه جديده. ويمكن احنا كان لينا خبرات داخل الاراضي المصريه في اكتر من مكان بالتعاون مع الجهات المعنيه على راسها ابراج العاصمه الاداريه وايضا ابراج العالمين، اللي انتهينا من اسابيع بسيطه من تصميم الكود الزلزالي ليهم طبعا مع الشركات العامله في هذا المجال. لكن نرجع للفيديوهات والصور من قلب الحدث. عمارات كامله انهارت وسقطت بالكليه، بينما جنبها عمارات اخرى لم تتاثر نسبيا، وده نتيجه مش نتيجه قوه الزلزال فقط لكن عيوب وتصميم بناء. اعتقد ان احنا من 2000 يعني من بعد زلزال 92 واعتقد 2012 اصبح هناك كود للزلازل في مصر، كود البناء. بالفعل كود البناء موجود حتى من قبل هذا التاريخ، لكن اصبح بشكل دوري تحديثه، وفي هناك تنسيق مستمر مع شركائنا من وزاره الاسكان وكل الجهات العامله في مجال التنميه العمرانيه للاخذ ب دراسات وابحاث المعهد في هذا الاتجاه. بس حضرتك بتقول لي انه في المدن الجديده او في الاماكن الجديده زي العاصمه الاداريه او في العالمين، الابراج دي كلها لها كود مختص بالزلازل. احنا لو هنتكلم على خريطه شده زلزاليه، وخاصه لو هنتكلم على الاراضي المصريه، كل منطقه ليها الشده بتاعتها، وبالتالي كل مكان تصميم البنايات اللي فيه اذا كانت ابراج عاليه او نظام فيلل دور واحد او دورين، كل منطقه من دي وكل نوع من التصاميم ليه كوده واحماله الزلزاليه اللي لازم تاخد في الاعتبار. طب نرجع تاني لزلزال تركيا. ليه الزلزال بهذه الشده؟ ليه 7.8 او 7.7 وزلزال تاني 7.5؟ يعني ليه بهذه القوه؟ يمكن تركيا وقع على نقاط اتصال او مفارق تراكيب جيولوجيه. زي ما قلت حضرتك الزلزال بتاع الفجر وقع على التقاء فالق شرق الاناضول مع امتداد صدع البحر الميت. شرقا عندنا اللوح الاسيوي او الاوروبي، شمالا نفس القصه، غربا متصل بالقوس الهيليني اللي هو مرتبط بقبرص وكريت واليونان، وده بشكل يومي يحدث عليه زلازل. كل دي مناطق نشاط جيولوجي وزلزالي، او بالتبعيه تركيا فيها بشكل يومي زلازل محسوسه. هل التغيرات المناخيه لها اي علاقه؟ يعني إطلاقاً احنا عايشين في تغيرات، التغيرات المناخيه هل ملهاش اي علاقه؟ اطلاقا ما فيش اي علاقه بين التغيرات المناخيه. حركه الارض لا علاقه لها بما يحدث فوق سطح الارض. بالظبط كده يا فندم. اخيرا ايه النصيحه اللي احنا بنقولها للناس؟ يعني نحن امام كارثه انسانيه بكل المقاييس، ناس في العراء، ناس طبعا ضحايا تحت الانقاض، ايه اللي ممكن نقوله للناس؟ خلينا برضو نطمن المجتمع. احنا بشكل استراتيجي ومباشر المعهد مع مجلس الوزراء تم تحديث الخطه الاستراتيجيه المصريه لمواجهه مخاطر الزلازل، وخلال عام الماضي تم اطلاق دليل استرشادي لمواجهه مخاطر الزلازل. هذا الدليل موجود اونلاين على موقع مجلس الوزراء وعلى موقع المعهد، عباره عن فصول وابواب للمحليات، للدفاع المدني، للمواطن العام، لكل اختصاصه يتصرف ازاي وقت حدوث الزلزال. احنا في منطقه في مصر يمكن ما فيش زلازل مدمره زي اللي حدث اليوم في تركيا. بس احنا اخر زلزال عندنا كان 92، كان 92 5.4 وضحاياه
كان بسبب سلوكيات الناس، وده جزء مهم في دليل مواجهة الزلازل، ازاي الناس تتصرف وقت حدوث زلزال محسوس، يحاول يحمي نفسه، ممنوع التدافع والتزاحم. بس والناس التدافع والتزاحم ده سلوك بشري طبيعي، لما الواحد بيحس بزلزال الناس هتجري على السلالم تجري، يعني انا اقصد ده سلوك بشري وقت الخوف. لا، ما هو يعني دول متقدمة بتعمل تمارين لمواطنيها وطلاب المدارس عشان يتعود على انه يقاوم السلوك ده. التدافع ده من شأنه انه يعظم عدد الاصابات وقد تكون الوفيات نتيجة هذا التزاحم. جزء مهم جدا ان وقت الشعور بالزلزال يحاول يحمي جسمه وعلى الاقل راسه، انه ينزل تحت ترابيزه او جسم او مكان صلب، بحيث لو لا قدر الله في انهيار او اي حاجه في المبنى ما يحصلوش اي اذى، او على الاقل يستمر فتره لحين وصول فرق الانقاذ. لكن تاني التدافع والتزاحم من شأنه أنه يعظم الإصابات والحوادث. ضمن حركة القشرة الأرضية، هل مصر في حزام الزلازل؟ قولا واحدا، مصر ليست في حزام الزلازل، وغير متوقع دخولها في حزام الزلازل في الحقبة الجيولوجية التي نحياها، بالرغم أن احنا عندنا زلازل سواء على الحدود الشرقية شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، أو في شرق البحر المتوسط، أو حتى بعض المناطق داخل الجمهورية. على سبيل المثال زلزال 92 كان قرب الفيوم، لكن نحن لسنا في حزام الزلازل الحمد لله، وربنا يعني يرحم الضحايا. والحقيقة أن هؤلاء يعني سواء تركيا أو سوريا محتاجين كل الدعم من الدول العربية. شكرا دكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. وأعتقد المانيوال فعلا موجود أونلاين لأي بالزبط. حد عايز يتعرف اسمه إيه أو دليل استرشادي لمواجهة كوارث الزلازل. شكرا يا دكتور، وخلينا نشوف هذه المعلومات عن ردود الأفعال حول العالم سواء على السوشيال ميديا أو ردود الأفعال حول العالم عن هذا الزلزال المدمر، هذه كارثة إنسانية بحق.